هي دي نقطة فعلا كنت عايز حضرتك توضحها لنا، وحضرتك فعلا يعني أثرتها، اللي هو الجهود اللي يعني سوف تبذلها الحكومة في الفترة المقبلة طبعا لمواجهة هذه الأزمة، وزي ما حضرتك أوضحت هي أزمة عالمية، فحابين نعرف برضو الحكومة هتواجهها إزاي برضو علشان المشاهدين يطمنوا يعني. هي حضرتك احنا بنقول، خلينا نقولها يعني في كلمه كده بقولها، اللي ذاكر ذاكر. النهارده احنا بقى لنا 8 سنين بنعمل خطط استباقيه، ويمكن كانت ناس كتير بتشكك في مدى يعني جدوى هذه الخطط، ايه لازمه المشروعات، ايه لازمه الصوامع الكتيره اللي بتصرف عليها بالمليارات، صوامع تخزين القمح، ايه لازمه شبكات الطرق اللي بتتعمل، هو احنا هنمشي في يعني هنمشي في الصحراء دي، ايه لازمه الطرق اللي بتتعمل، ايه لازمه المطارات الزياده، ايه لازمه التوسيع في قناه السويس، ايه لازمه قناه السويس الجديده. كل هذه الامور كانت بتتقال في الفتره الماضيه، والحمد لله ان كانت القياده السياسيه كانت متخذه رؤيه استباقيه ثبتت مدى جدواها النهارده في ظل ازمه عالميه بتضرب العالم، مش ازمه واحده، يمكن قلنا ازمات، ازمه كورونا، ازمه تغير المناخ وما نتجته من مشاكل كثيره في سلاسل الامداد، والازمه الروسيه الاوكرانيه اللي جت النهارده وضعت العالم كله النهارده قدام مشكله الغذاء العالميه. النهارده بقى في تحدي بيقابل كافه الدول، نقص القمح. النهارده احنا بنتكلم على دولتين صراع يعدوا هم بيصدروا او بيمدوا العالم بتقريبا ما يفوق 30% من احتياجاتهم من القمح، بالاضافه الى ما يفوق 40% من احتياجات الاتحاد الاوروبي من الوقود والغاز الطبيعي. وكل هذه الامور طبعا اصابت دول العالم اللي هي كانت اصلا بنقول عليها متقدمه وما عندهاش مشاكل. النهارده بنشوف معدلات التضخم وصلت تقريبا ل 10%، في حين ان هو كان لما بيوصل 1 او 2% عندهم بيبقى ازمه. فالنهارده الحمد لله احنا بنقول كان في خطط استباقيه انتهجتها الدوله، المشروعات القوميه اللي اشتغلنا عليها في السبع سنين او الثمان سنين الماضيه استهدفت طرق واستهدفت زياده الحيز العمراني لمصر، في بدل ما كنا 7% مصر متكدسه كلها على 7% من حيزها العمراني فقط، النهارده ضعفنا هذا الحيز، ما استحدثناه من شبكات طرق ومدن صناعيه على جانبيها ومجتمعات عمرانيه ومواني واستحداث مواني واستحداث مطارات، ده كله خلق نقول بيئه او بنيه صالحه لجذب الاستثمارات. الدوله كانت مستهدفه زي ما قلت لحضرتك، يمكن احنا عندنا البعد الاستراتيجي او الفكر العسكري المجابه لاي صدمات، حتى ان كانت في وضع مستقر دايما بيبقى استعداد لما هو قادم، لان القادم ده في علم الغيب، فالوضع الاستراتيجي واعد له ما استطعت من قوه كان هو ده اللي احنا شاهدناه في الثمان سنين الماضيه. شاهدنا رفع معدلات اللي بيقول تخطينا معدلات الامان بالنسبه للسلع الاستراتيجيه اللي هي تمس المواطن المصري، اللي بقت عندنا النهارده في مشروع قومي للصوامع دوت، يمكن ساهم بشكل كبير في تخفيف اثر الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي هي الموضوع القمح دوت. الحمد لله بقى عندي قبل الازمه، في بدايه الازمه كان عندي ما يكفيني 4 شهور ونص، كان قبل دخول موسم اقتصاد مصر. الحمد لله الوضع مستقر ويعني بيعطي القياده السياسيه اريحيه في التعامل مع البدائل او المستجدات، يعني عندي ما يكفيني الى نهايه العام. اللي بيتم النهارده من استيراد قمح او توفير تدابير اخرى هو لمجابهه حاله عدم يقين او الضبابيه فيما بعد 2022. فالنهارده بقى في اريحيه في اتخاذ القرار ان هو بيتعامل لما بعد 6 أشهر أو 7 أشهر القادمه. النهارده بقى عندي في الاسئله الاساسيه السكر، الحمد لله بقى عندنا اكتفاء ذاتي في السكر. الزيوت النهارده نفس الوضع برضو بقى الحمد لله مكتفيين ذاتيا. الرز المصري الحمد لله مكتفي ذاتيا. فالامور النهارده بقت السلع الاساسيه اللي بيحتاجها المواطن البسيط، واللي هي تعد السله العظمى في معدل التضخم اللي بيتقاس عليه معدل التضخم للسلع الاغذيه والمشروبات، الحمد لله متوفره، حتى ان كان سعرها زاد بالفعل في الاسواق. لكن النهارده برضو بنشوف من ضمن جهود الدوله اللي هي من ضمن يعني نقول مظله الحمايه اللي بتفرضها الدوله لمحدود الدخل، زياده المعروض من السلع في السوق المصري. ده كان ليه سببين، سبب ان هو زياده المعروض دوت لمجابهه الموجات الاحتكاريه اللي تم استغلالها او تم فرضها من قبل ضعاف النفوس في بدايه الازمه من جهه، والسبب الثاني طبعا بقلق سوق، يعني زياده معروض وسوق موازيه يستفاد منه ضعاف او اللي هو المصريين اللي هم محدودي الدخل، وده بالفعل يمكن حجم معدل التضخم اللي احنا قدرنا الدوله بقت فيها ليها دور رقابي ودور اجتماعي، وزياده بعد اجتماعي ان هي بتنزل السلع الاساسيه تقريبا بسعر التكلفه، وممكن في بعض السلع اقل من سعر التكلفه. فهو يمكن هو ده الدور اللي حجم عندنا معدل التضخم، ما شفناش الجموع زي ما حصل في دول ثانيه
بنقول عليها ان هي اكبر من اقتصاديا، وبنقول عليها ان هي يعني اقتصادياتها كبرى. الحمد لله لائحه النصر في ظل الازمه كان ليها بعد اجتماعي في مجابهه الازمه، زياده معروض من السلع. الجانب الاخر طبعا كان اهتمت بزياده فرض مظله حمايه اجتماعيه او مجتمعيه من زياده، يعني بنقول عندنا ازمه ماليه وعندنا تدابير ماليه بتنفق تمثل عبء على الموازنه العامه. في نفس الوقت بنلاقي مصر بتزود المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه لما يزيد عن 450 الف اسره مصريه. بنشوف ان الدوله في ظل بدايه الازمه وفي ظل يعني بنقول عبء كبير او تحمل كبير على الموازنه العامه الدوله، بنشوف خطوه لم تحدث في تاريخ الموازنه العامه المصريه، ان يتم استخدام او تقديم صرف العلاوه الاجتماعيه سواء للمخاطبين بقانون الخدمه المدنيه او غير المخاطبين وللمعاشات اعتبارا من شهر 4. يعني قدمنا ربع سنه ماليه لصرف العلاوه اللي كانت بتستحق في شهر 7. طبعا ده كله يمثل عبء على الموازنه العامه. النهارده بنشوف ارتفاع في اسعار النفط العالميه، المفروض ان زي ما الدول زي ما بتشوف في امريكا ان الاسعار البنزين زادت تقريبا ما يزيد عن 60% من ثمنها. الحمد لله احنا يعني الدوله بتتحمل جزء كبير من تبعات هذه الازمه، يعني الفكره ان احنا ما نمررش او الدوله بتعمل عليها عدم تمرير اثر التضخم مباشره لايطال المواطن البسيط.